بعد نظيره تشادي قبل يومين، حل الرئيس النيجيري محمد بوخاري ضيفا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار مساعي برلين الدبلوماسية لإيجاد حل لأزمة الهجرة غير الشرعية واللجوء. الزيارة تخللها نبأ تحذير زوجة محمد بوخاري من أنها لن تدعم زوجها في الانتخابات القادمة في حال ما لم يقم بإعادة تشكيل الحكومة، تحذير قال عنه الرئيس النيجيري في مؤتمر صحفي: أنا لا أعرف إلى أي حزب تنتمي إليه زوجتي، لكنها تنتمي إلى مطبخي وغرفة عيشي والغرفة الأخرى. ليس من السهل التخلص من المعارضة أو من الناس الذين لم يتبعوك طوال مشوار حملتك. السيدة الأولى النيجيرية عائشة بوخاري أكدت في مقابلة مع قناة بي بي سي البريطانية أن زوجها لا يعرف معظم الوزراء والمسؤولين الذين عينهم، مشيرة إلى أن الحكومة النيجيرية اختطفت من طرف ثلة صغيرة من الأشخاص الذين كانوا وراء كل التعيينات الرئاسية.